الحالات المشتبه فيها عندنا ايضا ترصد، وعندنا تعامل من خلال مستشفيات الحميات والأجهزة والتقنيات الحديثة التي تستطيع أنها تتعامل مع هذا الحدث. فمنظمة الصحة العالمية الحقيقة بتقدر جدا برامج الترصد وبرامج الحماية من خلال التطعيمات الإجبارية المعتمدة في مصر، اللي بالمناسبة بتكلف الدولة يعني مليارات كثيرة جدا سنويا، ولكن هو هام بمكان لأنها تبقى يعني بنطور فيها وساعات بنضيف طبقا للاحتياج تطعيمات جديدة إذا لازم الأمر في ضوء 100 مليون صحة وضوء يعني الترصد اللي احنا بنعمله. وبالتالي نوعين من المبادرات اللي معنية بالصحة العامة سواء السمنة أو التهاب الصحي، ده معنيين احنا جدا في المرحلة القادمة زي ما حققنا نجاحات في كثير من المبادرات الصحة العامة. إن شاء الله كمان بنشتغل على مكافحة التدخين، بنشتغل على الأمراض المختلفة اللي احنا قلناها سواء الصحة العامة أو اللي احنا بنتكلم على مثالها النهاردة، عشان نقدر ان احنا يعني نحقق نجاحات.